تأخرت. على كل القعدة معك ما بتمنى. شكرا. بتعرفي يا أنسة، الواحد بس يشوف الشباب اللي مثل حكايتك ترت له الروح. بركة فيكم. شباب مكافح بياكل من عرق جبينه. الله يخليك. نيالة المدام. على شو؟ تصبح فيكي كل يوم وبتتمسك اليوم. من لطفك. ما قلتي لي قديش عم تاخذي راتب؟ يعني مو مشكلة. تعي تعي لعندي بعطيك الدبل. تأخر أبو كيروز بالقهوة. يا أبو كيروز. لك شو بدك بأبو كيروز؟ من حسن حظنا. ما بصير، لازم تصير القهوة على حارك. شو شغلته هو؟ قول متى الربا دارت هناك يعني بلا القهوة هلا وخلينا نرتاح من شوفته. إذا ما بده يشتغل يروح يقعد ببيته. مو ضروري يا آنسة. على نار خفيفة. قال شو؟ بطلع أطيب. مو مشكلة. أبو كيروز خبير بالقهوة. لا تأخرت يا أستاذ، أخرنا عليك بالقهوة. كنا عم نبدل قلية الغاز. ما كنا عم نبدل قلية الغاز. تفضل أستاذ تفضل. يسلم. شو بعرفني ريحة غريبة؟ هذا العطر اللي حاطت منه أنا. عطر؟ ريحته مثل الوزواز. شو ريحة الوزواز؟ هذا العطر جايبه من نص باريس. ليش ريحة الوزواز منين بجيبوها؟ من نص باريس. بعدين أخي شبه الوزواز بشاي. شو هذا الوزواز؟ بخ تبع الدبان. دبان هالأيام مدلل. دبان زمان كانوا يجيبوا له ديديتي ودامون على فس فس. كان فسة واحدة تلاقي الواحد قلبه والدبان مليء. أنا برأيي أفضل دواء للدبان هو النظافة. مظبوط، الواحد يتنظف على حاله، أحسن ما يبخ على حاله ويزواز. لسه بيقلي ويزواز، هي ريحة عطر يا بني آدم. أنت مين جاب سيرتك يا أفندي؟ فكرت. أبو كيروز بدجدج، ما بفكر قبل ما يحكي. أساس، حضرتك سافرت شي لآسيا؟ معلوم، فاتلة فتل. يعني بتعرف أسماء الدول كلها؟ شو بعرف أساميها؟ بعرفها حكر بوكر. حكر بوكر حلوة هي. أساس دولة آسيوية سبع حروف، خامس حرف منها إز. أبو كيروز خلاص فرقنا بالكلمات المتقاطعة تبعك، وبتعرف تحلنا كنا علنا. إيه؟ لا تأخذونا. واقف واقف، قلت لي خامس حرف زين؟ معكوسة. ماليزيا. مالي أبوك يا السياحة. هات لحلك يا هات. أزلط أملط أصلع. مظبوط. رأسه يلمع أقرع. كله بلع. أقرع أصلع يلمع. أبوك يا اللمعان. تنزل على الجبين. قرة قرة. هي عرفتها. خاصة بالهواء. امسك. يسلموا لي يا أستاذ. سهلة. أنا ما عاد أقدر أستنى أكثر من هيك. بكير، لا تجي. على كل فكري بالموضوع. أنا ما إذا حبيتي تشتغلي عندي، هذا الكرت في رقم التليفون والعنوان والفيجر والبليب كمان. بس انا عم اشتغل هون. ما بتكوني الا مبسوطه. الله معك. فكري منيح. ماشي باي. الهدوبة سحر كزبرة تفتتح وصلتها في كزر النسيج. أولي على بعض هي لازم نحضرها. الغوريلا تعيش الوحدة والكآبة لعجزها عن استعادة مرح الطفولة. غوريلا عليكم ملاقب الصورة ولاحظ الفرق.
هيك عم تفتكر. مرحبا استاذ جميل. اهلين ابو كيروس. شو شايفك جايب جرايد؟ ايه جايب جرايد. خليني اياهم بعد ما تخلص منهم بعتزهم انا. تكرم عينك. بعدين في موضوع مهم بدي اقول لك عليه. خير شو الموضوع؟ اختك مخطوبة. الله يسامحك يا جميل، شو مخطوبة ما مخطوبة؟ خشبك اضطريت واصفريت واحمريت، عم نمزح معك. بدي اقول لك انه هي صغيرة وما بتفهم. شو الموضوع؟ لك شو الموضوع؟ لك هون عندكم بالشركة جوا فايت كل يوم 100 زلمة، فايت طالع، كل واحد عينه اوقح من الثاني. ايه ولا يهمك عمي ابو كيروز، اختي اخت رجال ما بيخاف عليها. لك يا ابني يا جميل، هدول الواحد منهم حي معلفة، مدوخين الضرع يا ابو جمارك، بقى كوثر ما بتقدر عليهم. انا اصلا ضد انه كوثر تشتغل سكرتيرة، شو الله جابرها؟ دير بالك عليها، لك اسألني انا. أنا صار لي 20 سنة بشتغل آزي، ما في شركة بالبلد ما اشتغلت فيها ولعوني. خلص ولا يهمك أبو كيروز، أنا لازم اليوم حله للموضوع. بري علي. بلاقي ما خلص الأكل، انتظري لسه 5 دقايق. يا سلام على ريحة الأكل، ما في أحلى من الأكل والنوم. هلا ما في بالدنيا غير أكل ونوم، أكل ونوم. شو صار معك؟ من لما صارت كوثر سكرتيرة معك اكلنا اكله مستويه كل شيء عم يروح. القصد لازم يكون في حدا بالبيت. يعني يا شو ناقصك؟ ما تطبخ انت؟ هلا الرجال صارت مهمته انه يطبخ. ان شاء الله ما افتكر لي حالك رجال. طبعا ليش قاعد لي بالبيت لك؟ شغليني محل كوثر. ايه لك مشان طفش لي العالم. طفش لك العالم ليش امي؟ شو شايفه يعني؟ خليتي بتقطع الرزق. لا ما شاء الله عنك. وينك؟ انا ما بخلف. حي الله انت واحد ارعن. انا ارعن حلوه يا ارعن. امي شوفي لك، ما بدك تحطيني محلها لا تحطيني، بس انا بدي اختي كوثر تبطيه. لك مين بده يقعد محلها؟ حطي سكرتيره. اصلا انت هذا اللي بدك توصل له. انا بعرف ليش بدك تحط سكرتيره. امي انا ما بدي احط سكرتيره مشاني، لا ما بدي احط مشاني، بس انا ما برضى لاختي كوثر تشتغل هيك شغله. ليش؟ اختك نازله بسلوفان مسيك، ودي لي الكندره وجيب لي شحاط. يا واد سلوفان. ماما جميل معه حق. ليش بقى بعديك؟ ما في واحد من اللي بيجوا على الشركه بينهضموا لا من باب ولا من طاقه. تقبريني انت بس قولي لي اللي عم يتحركش فيكي بخرب لك البيت. شيلته يا ريت وقفت على هيك. شو في كمان؟ واحد منهم بيعطيني رقم تليفونه وبيضرب لي موعد شكل. انت قولي لي على اسم واحد منهم، شوفي شو بعمل لك فيه. عندك مثلا برهان بيك. لا برهان بيك ما بنسترجي نحكي معه، شنو قلنا عنده شغل بأربع ملايين. شفتي؟ ما بنقدر نحكي، شو الحل؟ أمي يا أمي إن شاء الله بتكفيني يا أمي، شو لبقلك الفستان؟ بتعرفي أمي؟ أحسن شيء إنه تحطي سكرتيرة، لازم تحطي سكرتيرة. وأنتِ ما تضربي لك على شيء واحد من هدول، هدول كلهم من الرورية، شو بدك بهالغج الغر فرج؟ أولاً كل واحد منهم ناطع صار على قفا راسه وعم تلمع مثل طنجرة النحاس. ثانياً كل واحد منهم بفوت كرشه قبله بربع ساعة، وكل ما فشخ فشخة بنط لسانه شبر. وثالثاً ورابعاً وخامساً بدي فرج، بدي إياه وبحبه، لو قطعوني شاف قولوا حسابوني. خلص بقى تضربي أنتِ وياه. أمي حلوة هي. غير شو يعني غش؟ يعني غر. وغر؟ يعني مثلك. أمو حلوة. أمي أصلاً أنا من هلأ مستقيلة. ولك حدك 60,000 جهنم. شو قلتي؟ شو رأيك؟ أمي لازم تحطي سكرتيرة. أمي بصير يحترموا الشركة. أمي وتحطي لها كمبيوتر وفاكس وبيجر وبليب. أمي وتصير تفوت لك المصنف وتقلب لك الوراق، شغلة تاخد عال حلوة كتير كتير. أمي لك شو نسيتوا أنه أنا عندي شركة؟ أمي هلأ أبو فايز وأبو ياسر رح يعارضوا، ما بيسترجوا أصلا قدامك يعارضوا. عم تشوفي للغج؟ عم تشوفك.